شد حلو واخلع انا بوجع ضربتي بتسمعك بستهدف مالي انا في سبوكك ده انا عليك صعب لاشي انت قبل ناسي مين فينا الاصلي والاساسي عيال انت لقاتوا كراسي في الساحه وقتكم كام يوم يلا في انتفاضه سكينه في كذا صداده بتدور والكل غيطاده وغزاوي لاي كلب يزور تربه نفتحوها ابطال بالكيله نجرحوها هيدوقوا من العذاب الوان طلع نضربوها عندنا في بيوتها نركنوها اشبال وتنكر من ابوها هنقدر اي واحد خان ابيس التانية يلا روض ارش ارفع ايديك لفوق ما تفكرش الدعوة اما وما تتأخرش فرحة محمد علي زيزة الحريقة طفرة طخ بم وتطلع انت من يا نص كم لو انت ياد مهم احنا هم ابيس جيتنا جيت عندنا الازايز دي صحاب محتاجة كله عايز واخدين في القلة ناس جوايز مش لاقي حد قلبه نضيف عم ياللي فاصل انا طالع وانت يا ابني نازل لو فارس في التحدي واصل هديلك حصة في التشليف خصمي مش بشوف وانا عذر عشان عاري الظروف وبيعيش في الوهم معاك يوف ومفكر انه يشغلني يا ابني مش فضيلك ما تفكك مني شد حيلك انا بصمه في نهارك وليلك من عقلك صعب لا تشيلني خد يا واد في فكك بالمطوه في الخدود اشكك بوستاتك ماليه لا فيسبوكك تنفيذك في الشارع معدود هات يا واد نهر بقت حرمه وارخص من الصرمه فرفرام صاحب كام عرمه لما اخطر تبقى يا لا ملخوم عندك الجراءه تعمل لي خش لي في خناقه وبدلني انت مش كفاءه هتعيط مني يا ابن امه شد حلو واخلع انا بوجع ضربتي بسمع وهترجع في حروب مبدع انا هعمل شوب من دمك دنيا الاباحه اي حاجه شمال بقت متاحه والحريم واخد الحياه سياحه وفي النايت سكر مع جروبات كله في التكيلة ليلة حمرا وعشقيني الرزيلة وفي الشقة البنوتة الجميلة ومعانا رجالة بشرابات بنت حلوة متعة فصلانة ونور ومية قطعة وبتشوفها تقول عليها كانت عاشر انا عايزة اي خروف فجأة شافها عيل وعليها كان واقف مريل وقالت له لسه هتتخيل ما يلا نطلع يسكايرو خدها قتلت واتصلت صفرا ومنافقه والبت الجودية بتقول للتانية الولا فدية وخربة عالفيس والميديا مط يلا نفقعه في قرشين صاحبته وافقتها عجبتها البت وفكرتها طلعت الولا جوه اوضتها عملوا له فيها اقوى جميل خدوا منه العدة كتبوا له نفسه بالمخدة مضوا على اصل خدوا المادة للشرطة مش سالك لا انسى اي الا ما تصاحبش شلة دول الصحاب مملة يملصوا في مشاكلك بص بص عليك يا ابني مش حلاك انت نسيت اصلا يبقى افكرك عمري ما انا حالي مش مبدأ يجيني مش بتخسني الا وغنطورة شبحك كل لسه استاذ وبي يدخل في القلب ليك قصة وتاريخك وحده ليه أمجاد الأفاتار حصري ده تياد الإيراني يفضل عصلي الكرمانس إسلام المصري كلماته جامدة كالمعتاد أبيس التانية أرض الميدان الدعوة من أنزل شبان عيلة زي ده تقيلة واسأل علينا في أي مكان اضرب هيخطف أجواء اعمل صورة في أرض أبيس البنات سبحان علي المغرغ لك يا غريب احنا نشرف اي مدينة وافندينا يتشرف بينا ايده علاء بيقول مبروك اصل الفرحة النغردية لو هتصورك تاخد بوكس احنا محدش يتحدانا اصحى وفوق من الاستروكس ما تفكرش تقلي معانا
الجدع ميت وسدنا سدة في سما ملوش اسياد كلمتنا واحدة ولا بتتعاد اللي كل غيسم ابو اياد تصد مسمع اي بلاد كل الناس تيجي تلقي نظرة عشرين عشرين فرحاوية خربان في الفرح المنتظرة خالد مبروك غالي عليا ادي ست تانية دي فيها تقديري كفي كل الدنيا بحلاوة قلبي سيطر صلاح سعير اي حمل بسلاحه زعلان عبي عيش في حياته اي نزوله دول ماتوا النزاهة ده احمد يوسف حق تمام مشرف اخواته بيتنا فيها كتير جدعان من غير ما تطلب رجولة تلاقي الزعيم مصطفى رشوان على اللي منه يا صاحبي بيه يا دكتور لطفي صيدلية برجولته شرف اسكندرية اسأل عنه اي وديدة هيقول عنه انه رجولية اصغر فرد يجرق سود اصحى الداخل هنا مفقود المساجيل فخامة جهته البش احمد عمه جوه كلمتنا بتمشي على الكل ويا الرجاله مش بنقل سلام تمام ادب واحترام للريس احمد حمد الول احنا القوة واحنا العصارة عشان نضف ربك علينا ارتابس تتشرب بيه الادرج ده ميجو سيارة احنا ما بناخدوش باسامي هتقدرني هتكون حبيبي المتعامل معتز سامي والكوماندا ابراهيم احنا معك على اي مدار ما تجيش معك انك جاكي شان ادي الحمد البحار والاصيله